نصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار الطقس والمرور في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير لك يا دينا. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا بسنت. صباح السعادة والتفاؤل على كل المواصلين في كل مكان. طمنينا. اطمنك انت، اكيد شفت الجو برد ازاي واحنا جايين النهارده. صقيع. الجو فعلا مش مفيش هواء، بس هو فعلا صقيع زي ما نقول كده، اللي هو مهما لبست انت سقعان يعني. ده حقيقي. بس خلاص يعني، هو اسبوع او اتنين وخلاص، بعد كده هنستمتع بالشتاء. الشتاء الجو، ما كان الناس كلها بتسال فين الشتاء فين الشتاء. جه. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي خلونا في البدايه نستعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم من محافظه القاهره وشارع رمسيس، اللي بيشهد كثافات مروريه دلوقتي مكمله لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات بسيطه. عند كوبري الجلاء هنلاقي في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه، لكن عند كوبري المطار في كثافات نسبيه هتبدا تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه متجه للفنجري، وكذلك الامر اعلى كوبري المطريه القادم من الكابلات. كورنيش النيل اللي جاي من المظلات في كثافات مروريه بسيطه متحركه مستمره لحد وسط البلد. ناخد بالنا ان في غلق كلي وجزئي بالاتجاهين لشارع يوسف عباس لتنفيذ بعض الاعمال الانشائيه لمده 30 يوم، ده بدات من يوم 14 يناير اللي فات، وتم اجراء بعض التحويلات المروريه لاستيعاب الحركه هناك. كمان تم تعيين الخدمات المروريه اللازمه لمواجهه اي كثافات متوقعه وتسيير حركه المرور تزامنا مع تنفيذ اعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الاصفر بالقاهره. ده هيستلزم مننا استكمال اعمال الغلق الكلي لطريق بالبيس الصحراوي بالوصله من شارع الملاحه الجويه وحتى شارع حامد حجازي. الامر ايضا بيستلزم اجراء تحويلات مروريه للقادم من الطريق الدائري، لازم يسلك يمينا شارع الملاحه الجويه، فيسارا شارع الكتيبه، وصولا لشارع حامد حجازي، فاستكمالا بالتحويلات القادمه. نروح معاكم لمحافظه الجيزه. شارع الهرم حركه السيارات هناك في بطيئه، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطيه، وكمان في منطقه المساحه وشارع العريش ومذكور والطلبيه. ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين ولحد الطلبية. في كثافات للمتجه إلى كوبري جيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. ناخد بالنا الإدارة العامة للمرور الجيزة أغلقت الطريق السياحي جزئيا بواقع 2 حارة مرورية في المسافة من نهايته حتى تقاطعه مع الطريق الدائري أعلى طريق المنصورية لمسافة 500 متر، حيث بتستغرق الأعمال 15 يوم، وده وسط تواجد الخدمات المروريه لمتابعه حركه السيارات. لو رحنا المحور هنلاقي ان القادم من اكتوبر في كثافات مروريه قبل الدائري، ومستمره الكثافات المتقطعه دي حتى نادي الزمالك، وبتنتهي طبعا بعد توسعه كوبري 15 مايو اللي عمل استيعاب شديد للحركه المروريه. لكن المحور المتجه الى اكتوبر فيه سيوله مروريه. نروح معاكم لمحافظه المنيا. في سيوله مريه في عدد كبير من الطرق، ولو مشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظه بني سويف لمحافظه المنيا هنلاقي فيه سيوله مريه. طريق الشيخ فضل فيه سيوله مريه على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطه، اما طريق المنيا مغاغه في بعض الكثافات البسيطه الغير مؤثره. الطريق الصحراوي الشرقي فيه كثافات مروريه بسيطه. ومكملين جولتنا ونروح محافظه الشرقيه. وطريق الزقازيق منيا القمح في سيوله مروريه، اما الحاله داخل مدينه الزقازيق في كثافات مروريه بسيطه في طريق المحافظه والجامعه. كمان في سيوله مروريه عند موقف المنصوره ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم، اما طريق ابو حماد الى الاسماعيليه ماشي بشكل كويس ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركه المرور. ومن جولتنا في أحوال المرور جولة سريعة الآن عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، الطقس هيكون بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة. في كمان نشاط
الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 16، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو رماد 24، وأقل درجة حرارة في كاتهين 11 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.